هل ذكر نسب الرجل يعتبر من يقول وتمييزهم وتمييز الرجال بذلك، هل يعتبر من الطعن في الأنساب؟ لا، لا بأس بمعرفة النسب، لا لا بأس بمعرفة النسب، لأنه يحصل به صلة الرحم. إذا عرفت أنك من قبيلة كذا، من أسرة كذا، تصل أرحامك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في الأثر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. نعم.